الله الرحمن الرحيم. شكرا لموقعين مباشر وشمالي على هذه الفرصه اللي تاحوا لي من خلال هذا الدوره 19 ديال المجلس الاداري ديال الوكاله الحضريه ديال طنجه، واللي مرت الحمد لله في اجواء جد ايجابيه، واللي خلصت الى واحد المجموعه ديال التوجهات اللي غادي نشتغلوا عليها ان شاء الله جميعا، بالموافقه ديال الوزاره، بالموافقه ديال السلطات المحليه وعلى راسهم السيد الوالي، الموافقه كذلك ديال الجماعات، انه طنجه من خلال الموقع الاعتباري اللي عندها، لا التاريخي ولا الحضاري ولا الدور الديناميه الاقتصاديه ودور ديال انعاش الاستثمار في المدينه، طرقنا لمجموعه من الامور اللي كانت فرصه واللي ان شاء الله كنتمناو اننا نتمكنوا من اخراجها جميعا في اقرب الاوقات، واللي كيطرحها الراي العام وكله يتساءل عنها، منها التسويات الوضعيه، منها اعاده الهيكله، الاحياء الناقصه التجهيز، منها تصميم التهيئه ديال مدينه طنجه، منها النهوض بالمدينه القديمه وجعلها في قلب الحركيه الاقتصاديه والسياحيه ديال المدينه، النهوض كذلك بالعالم القروي ومعالجه الاشكالات والاختلالات التعميريه اللي فيه باش اللي يحد من الهجره والناس يمكنهم من الاستقرار في البوادي ديالهم. كانت مجموعه من القضايا اللي طرحت اليوم. كنتمنوا ان شاء الله اننا في الايام القريبه اننا نعكفوا على اخراج جميع التوجهات والاختيارات والنقاشات اللي كانت. شكرا لكم جميعا.